الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي، أليسوس أنستي، خريستوس أفتونف، خين أوم اسمي أفتونف. المسيح قام، بالحقيقة قد قام. بهنيكم بعيد القيامة المجيد اللي هو عيد أعيادنا وفرح أفرحنا وبهجة حياتنا. والحقيقة عيد القيامة يأتي بعد الصوم الطويل، صوم 55 يوم، وبينتهي الصوم بفترة أسبوع الألام، الفترة الدسمة بالصلوات والأصوام والتضرعات. ثم يأتي يوم الجمعة العظيمة جود فرايداي، ونقول وياه مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ثم يأتي يوم الأحد يوم النور، يوم نور شمس البر وقيامة السيد المسيح من بين الأموات. عايز أكلمك عن ثلاث مراحل أو ثلاث مشاهد في هذه القيامة. المشهد الأول مشهد الخروج من القبر. طبعا كل مشهد من المشاهد له الحقيقة التاريخية، لكن له أيضا المعاني الرمزية والمعاني الروحية والتأملية فيه. السيد المسيح قام بقوة لاهوته وخرج من القبر، ولم يكن للموت سلطان عليه. وقيامة السيد المسيح وهبها للجميع، يعني هذه القيامة سميه البكر. بهذه القيامة البكر وهبت لكل إنسان يؤمن بالصليب ويعيش وينال نصيبه في خلاص وفي فداء دم ربنا يسوع المسيح. كلمة الخروج من القبر بالمعنى الرمزي هي الخروج من قبر الشهوات، قبر الخطايا. فالخطية مثل القبر. ولما نقرأ في رسالة معلمنا بولس الرسول أفسس إلى أهل أفسس إصحاح 5 عدد 14 يقول كده: قم استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. طبعا قم من الأموات يعني قم من قبر الشهوة، قبر الخطية. ودايما الخطية اللي بتواجه الإنسان في كل زمان لها وجه لطيف، وهذا الوجه اللطيف مخادع من بره بس، وجه جذاب، لكن في نفس الوقت الخطية لها وجه شرس ومفترس بالنسبة للإنسان. والإنسان بقوة القيامة يقول كده: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوي؟ يبقى المشهد الأول خروج من القبر، من قبر الشهوات. المشهد الثاني بعد ما خرج من القبر ارتفاع نحو السماء، عشان كده ظهر السيد المسيح ظهورات عدة يوم القيامة في الصباح وفي المساء، وأيضا عبر 40 يوم لغاية احتفالنا بعيد الصعود المجيد. المشهد الثاني ارتفاع نحو السماء، بمعنى أن الإنسان في قيامة السيد المسيح، طبعا ده كان ضد الجاذبية الأرضية والأرض ملهاش تأثير، والإنسان ابتدى يسمو. السيد المسيح في قيامته فيش حاجة عوقته عطلته، لا أكفان ولا ظلام ولا خوف ولا حجر كبير ولا أي شيء. ده يعني أن الإنسان مش بس يسيب الخطية، يترك الخطية، لكن ينبغي أن يشتاق، يشتاق إلى فوق. القديس بولس الرسول قال تعبير جميل قوي: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. هذا الاشتياق على الأرض، إنسان يبقى عنده باستمرار فضيلة الحنين للأبدية. يبقى المشهد الأول أترك القبر الخطايا، المشهد الثاني أشتاق للسمائيات وتذوق حلاوة السماء وتفاهات الأرض قدامي ترخص، ويكون إنسان عنده الحياة الروحية والإحساس الروحي المتدفق كل يوم ينظر إلى السماء.
يمكن ده يفكرنا في كل قداس نقول كده: أيها الجلوس قفوا وإلى الشرق انظروا. وده المعنى الجميل في المشهد الثاني، ارتفاع نحو السماء. المشهد الثالث مشهد لطيف خالص، ان السيد المسيح لما قام من بين الأموات ظهر زي ما قلت عدة مرات، وفي مرة من المرات ظهر لتلميذي عمواس في نفس مساء يوم القيامة. لوقا وكليوباس ماشيين في الطريق لكن لم يدركوا المسيح القائم، لكن بعد أن تركهم، بعد أن كسر الخبز، قالوا تعبير جميل قوي، قالوا: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا؟ يعني كنا حاسين بمشاعر معينة موجودة في قلبنا في حضور المسيح، بس مش عارفين نعبر عليها، مش عارفين نوصفها. المشهد الثالث ده بيحكي أن الإنسان الذي تذوق القيامة فترك الخطية فاشتاق للسماويات، ثم انطلق لكي ما يفرح كل إنسان بهذه القيامة اللي احنا بنسميها بقى عمل الخدمة وعمل الكرازة. الفرح يسكن في قلبه، وهذا الفرح يدفعه لكي ما ينقله لكل إنسان. وتقرأ وياي في إنجيل معلمنا يوحنا في إنجيل قداس القيامة: ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. مجرد رؤية المسيح القائم كانت سبب فرح للإنسان. عشان كده بيبتدي الإنسان ينقل هذا الفرح ويعبر عليه لكل واحد. واحد يعبر عليه بأنه يقدم وقت، واحد يعبر عليه أنه يقدم جهد، واحد يعبر أنه يقدم فكر، واحد أنه يقدم مال، واحد يقدم رؤية للعمل وللخدمة وللكرازة، واحد يقدم تعب. وكل هذه مظاهر لفرحة الإنسان بقيامة ربنا يسوع المسيح. أنا عايز أذكر قدامك أن كلمة الموتى لا تعني الذين فارقت الروح أجسادهم، ولكن الموتى لها معاني مهمة في حديثنا عن القيامة. يعني مثلا في واحد ميت في الفكر، فكره ميت. أقرب مثال بسرعة كده، مثال شاول الترسوسي. شاول الترسوسي كان إنسان يعتقد أن ما يصنعه هو خدمة لله، ولكن في لحظة معينة عندما ظهر له السيد المسيح في طريق دمشق، اكتشف أن دي مش الطريق الصحيح، وظهر له السيد المسيح، وكانت النتيجة أنه وقف قدام المسيح وقال له: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ عايزني أعمل إيه؟ فشاول قام وتحول وتغير من شاول الترسوسي إلى بولس الرسول. وشوف بقى بولس الرسول في انطلاقه للخدمة وللعمل وللنشاط كعملاق للكرازة. في نوع آخر من الأموات، أموات في الروح، يعني هو عايش ومعروف ورايح وجاي، لكن هو ميت في روحه. إنسان مثل زكا كان يشعر أن سعادته في المال فقط، وهذه هي كل حياته، لكن عندما تقابل مع المسيح قام من موت ومن قبر هذا المال الذي كان يقيده، وقام وابتدى يشوف رؤية جديدة. أول حاجة عملها نصف أمواله للمساكين، تاني شيء: إن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. وقام شاول وتحول من إنسان خاطئ جشع إلى إنسان قديس ومبشر باسم المسيح. نوع ثالث من الأموات، طبعا في أنواع كثيرة، أكتفي بثلاث أنواع. إنسان أموات في القلب، قلت لك في الفكر، قلت لك في الروح، قلت لك في القلب. قلبه ميت، ما فيش شعور ولا إحساس بخطاياه. أقرب مثال مريم المجدلية، كانت إنسانة خاطئة في شوارع أورشليم، وهذه الإنسانة احتلها عدو الخير الشيطان، ولكن عندما تقابلت مع السيد المسيح تحولت إلى إنسانة قديسة ومبشرة
ونقلت أخبار القيامة كأول إنسان ينقل أخبار قيامة ربنا يسوع المسيح. قامت وتحولت. خلاصة الأمر أن عيد القيامة هو فرصة لكي ما يقوم الإنسان من أي شيء يقيده. عيد القيامة فرصة فرح، وزي ما بنعرف كلنا أن عيد القيامة بنحتفل به لمدة 50 يوم، والخمسين يوم دول بنعتبرهم 50 يوم صنديز، 50 يوم حد. فهو فرح أفرحنا وبهجتنا وسرورنا، ونعيش في فكر القيامة في كل يوم في الصباح لما نصلي صلاة باكر، فكر القيامة في كل أسبوع في يوم الحد، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، وفي كل شهر في يوم 29 من الشهر تذكار للقيامة، وفي كل سنة في فترة الخمسين المقدسة. خريستوس أنيستي، أليسوس أنيستي.